السلام عليكم. كي داير اختي؟ لاباس عليك؟ واش بخير؟ واش هانيه؟ واش كتعاودي اختي؟ نتمنى تكوني بخير وعلى خير وانت كتشوفي هذا الفيديو هذا يا اختي. ايوا المهم ولفتي اختي، ضروري خاصني ندير لكم فيديو قبل ما ننعس، واخا يا اختي كنجي عيانه وراني مدقدقه واللي قلت والو، نحط لكم فيديو عادو والنعس. المهم الغزالات ديالي اش غادي نقول لكم؟ واحد الموضوع اللي كيتكرر بزاف عندي في انستغرام، واحد الموضوع اللي بزاف البنات كيعانيو منه وكيشكيو منه، اللي هو خدالي شرفي وقلب عليا، خدالي شرفي وكيتجاهلني، خدالي شرفي وبلوكاني. واخا العزيزه ديالي، هذا هو موضوع الساعه عندي في انستغرام. تعرفوا شحال وحده ولا اختي؟ رجاء شنو ندير؟ راني غادي نموت، انا غادي نقتل راسي. دالي شرفي وخلاني وخلاني وخلاني. واخا العزيزه ديالي، علاش كيتجاهلني؟ خاصك تعرفي مزيان نورمالمون من البديهي انه السيد الا وصل داكشي اللي بغى معاك صافي غادي يتجاهلك، لحقاش هو باين المواضيع كاع. داك الانسان اللي كيجرك باش يديك لدارو ولا يجرك باش غادي يدير معاك شي حاجه، راه باغي غير مصلحته والله يعاون العامس. ديري في بالك مزيان انه اون فوا ياخذ مصلحته غادي يقلب عليك قلبا تاع الكلاب، لحقاش هو اصلا ما كانش كان ناوي معاك حدوده ونظرته ليك هي داكشي اللي دا منك. الوغ اون فوا ياخذ منك داكشي صافي بلا يعاون العامس. تاع حبيبه ديالي باي باي، كيبقى يجاك وكيبقى يتسوق لك وانت كتبقاي تحرقي راسك كتبقاي تابعتو. علاش؟ لحقك شدك من النقطه اللي توجعك وشدك من داك الشرف ديالك اللي عارف هو اصلا انه الا دالك شرفك علاش بقاي تابعتو كالكلبه. وداكشي اللي صرا فهمتي كيدي لك داكشي اللي عندك وصافي. ولكن اختي العزيزه سمحي لي نقول واكرر انه ماشي هو اللي دالك، انت اللي عطيتيه باش نجيو نيشان. دالك نقولوها فوق الاختصاب، الا اختصبك واحد وتعدى عليك تما نقولو دالك شرفك. اما طونكو انت كتمشي بكامل الاراده ديالك وبعقلك وكتمشي كتعطيه الشرف وتقولي داه ليا الحبيبه ديالي، انت عطيتيه الشرف. الوغ اختي كوني من راه ونص وتدوا اسومي لا ريسبونسابيلتي ديال داكشي اللي درتي، تحملي مسؤوليه غلطك العزيزه ديالي فهمتيني. ما تقولي ليش تحكي عليا ودار لي وكلا لي مخي. ما كانش كلا لك مخك، واخا كلا لك مخك العزيزه انت عيرها العقل عندك العقل شويه. المهم الحبيبه ديالي اش غادي نقول لك بالنسبه للبنات اللي مازال ما داروا هذا الشيء، اللي مازال ما وقعوا في هذه الفخه. الحبيبه ديالي سمعيني مزيان بلا ما يضحك عليك ويبقى عليك، انتي يا مراتي انتي هي لافونير، انتي هي شوفي فيا شوفي في عينيا، واش انايا غادي واش انا غادي ندي وحده من غيرك؟ واش انا غادي نخلي وحده اخرى توشك؟ انتي راكي مرتي صافي. وكيبقى عليك بهاد الهضره ناناني ناناي وكتمشي عنده. لا يا الوعره، هي وحده قالت لك انا مشيت عنده ودقيت عليه بابه ومشيت لعنده، اختي ما كنتش ناويه يصرى هادشي. لا يا شيخه، دابا انت ماشيه لعنده ودق عليه بابه، واش زعما شنو كتشنو ناويه زعما ديرو؟ دخلت عليك بالله اثنان ثالثهما شيطان، واش غادي يقرا معك القران انت وياه زعما في يعلمك يصلي لك التراويح حنينتي ولا؟ بغيت غير نفهم زعما هاد البنات اللي كتقول لك ما كنتش ناويه. كيفاش اختي زعما ما كنتيش ناويه؟ واش كلشي ناويه زعما؟ انت ماشي عنده عند سبق الاصرار والترصد وناويه على خزيات بهذا المعنى هادي، طونكو راكي ماشي عند السيد اللي عند رجليه ودايصه بساطو وداخله دارو ودق بابو، واش كتنوي زعما؟ كتنوي انه زعما شنو؟ شنو كتنوي زعما انه ينعسك على صدرك يقول لك نيني يا مو حبيبه ولا؟ ياك ما اختي راهم مأثرين في الكمال السويديري ونيهان وامير ومأثرين عليك التواركه. شوف حبيبه هذوك التواركه راه مسلسل فيه ساعه ويسالي. على واقع المعيشه حبيبه راه ماشي بحال المسلسلات، لو كان كانت الحياه بحال المسلسلات لو كان راه حنايا اختي انا لقيتيني انا السباقه للحب، لو كان لقيتيني اختي كان 24 عام وما عندي حتى شي واحد في حياتي وبخير، نهار نلقى داك الراجل ولد الناس اللي يستاهلني ان شاء الله نديرو خطوه الى الامام. ولكن طونك اختي ما لقيتش داك الانسان المناسب وما كنقلبش، يعني للامانه ما كنقلبش، واخر همي عايشه حياتي وكنحاول انني ندير خطوه نباسي لافونير ديالي، كنحاول انني نبني حياتي وهادي انا كنتقاتل مع الدنيا بحالي بحالكم. ايوا اختي هادشي اللي كاين، ملي كيجي النصيب راه كيجي، ماشي انا كنجري موراه. والله العظيم الا الحاجه فاش كتجري موراها كاع ما كتكتبلكش، وجربتها بزاف نتاع المرات ماشي غير مره، الحاجه انفو كتنسايها وكتحيديها من بالك سبحان الله كتجي لعندك حتى لرجليك. المهم علينا، حنا خلينا في الموضوع الاساسي اللي هو ايوا كيف قهروني اختي داك النوع ديال الدراري اللي يجي عندك يبقى عليك باش ياكل لك المخ تمشي معاه، يبقى يقول لك انا لو كان بغيت داكشي لو كان راني مشيت للبنات هي طال، انا لو كان بغيت داكشي لو كان راه شتي ديك بنت خالتي اللي في الطاليه اللي جات العام اللي فات في الصيف في السعيديه، مشينا ويا السعيديه راه عرضت راسها عليا يا اخت ما بغيتش. اي هاي اي 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 هاي ليوناردو دي كابريو معايا نعمس، نتعرفوا شرفنا بمعرفتك نعمس.
المهم انا لا ما عليناش، وكيبقى عليك بهاد الهضره. انا ما بغ... انا بغيتك انتيا، انا اللي كنبغي داك الشرع طال. اي هاي هاي راه بغي مهرسين عليه البيبان، هو تلقاي وحده ما تشوف فيها حتى الشوفه، غير انت اللي راكي مطلع له الشانيه البقره، غير انت اللي راكي مطلع له شنو كتشوفيه. واو هو كنشوفه انا يا اختي، من هالمنع اللي شتا من عينيا. شي بنات الله يهديهم كيصيفطوا لي تصاور شي وحدين يا اختي، واش كتشوفوا بعينيكم ولا كتشوفوا بشي بلاصه نتوما جالسين عليها؟ ولا غير قولوا لي باش كتشوفوا عينيكم فين. اي صافا كتشوفوني عينيكم فين؟ كتصيفط لك اختي صورت واحد مسكين عنده واحد جوج مسطاشات هنايا ومصور فوق الشجره، تقول لك كنبغيه وغادي يتزوج بيا. نعم عاودي ما سمعتش، واش هي كيفاش هادي يبغيك وباغي يتزوج؟ واش منيتك ولا من ريتك؟ واش هو مسكين واقيلا تاع رمضان ما يصوموش، عنده جوج مسطاشات هنا تحس بهم له بالحساب، وتقول لك باغي يتزوجني وغادي نبداو انا وياه مستقبل. واش مسكين هو ما سعاش حتى العالم كاين الناس مفرج ليه؟ واش هو مسكين ما سعاش حتى باش يمشي يتقهوى ولا باش يمشي يحسن؟ وتقولي ليه ربي الا نهضر في هاد المواضيع انا راني نشخد شخده جميله جميله رائعه. المهم العزيزه ديالي فين كنت راكو كتنسيوني؟ كيبقى عليك انا لو كان بغيت. شوفوا الحبيبه ديالي هاد الهضره راهم قهرونا بها، كلشي كيقولها. هو الحبيبه ديالي ما عنده ما يدير بهذيك وهذيك وهذيك، هو بغاك انتي، هو بانت له فيك انتي، هذيك وهذيك هذيك على لا مل منهم. الدرج ما كيبغيش ديك المراه اللي كيما نقولوا متاحه وكلشي، ما كيبغيك يا اختي انت اللي راكي جديده باقا بميكتك، خاصو هو اللي يفرقع عليك ديك الميكه. بالتالي بكل صراحه الوغ اختي ردي البال لراسك، ردي البال لشرفك، راكي لا انتيا ما رديتيش البال لشرفك، راه والله ما يرد له البال هو. الا انت هان عليك شرفك كيبغيتي هو ما يهونش عليه، غادي يقول لك لا لا. واش انت غادي تمشي غادي تدقي بابه وغادي يقول لك غادي تقول له ندخل عندك، غادي يقول لك لا ما تدخليش. واش معك يوسف الصديق ولا لا؟ واش كيحسب لك راسك راكي في عهد يوسف الصديق؟ راه يوسف الصديق ولو كان ماشي رحمه ربي راه كان غادي يوقع في المعصيه، راه هذاك نبي. واش حسب لك في عصر الانبياء ولا؟ حتى لو حط له في الزنقه اختي وشوفي واش راكي في عصر الانبياء. ماشي ودق بابه داي صبصاطو ودخل دارو وما كيما نقولوا انت ما عطيش القيمه لداك الشرف ديالك، بغيتي هو يعطيه القيمه غادي يقول لك الحبيبه مرحبا اللي جات مرحبا، هو ما خسر حتى شي حاجه على غزاله ديالي، وانت اللي خاسره. ومن بعد كيبقى يتجاهلك وكيبقى ميميك عليك وكيبقى يفقع فيك ويحرك فيك، وانت كتبقاي تحرقي. ولكن اختي درتيها بيدك واللي درها بيديه يفك حبسني باش مره اخرى اختي ما تعاوديش لداك الغلط. فهمتي العزيزه ديالي؟ الا انت هذيك القيمه ديالك ما كيما نقولوا ما قيمتيش راسك، راه والله ما غادي يعطيك هو القيمه. الا انت هان عليك نفسك اكيد غادي تهوني عليه، الا انت هان عليك شرفك اكيد غادي يهون عليه هو ماشي شغله. ما تنساش بلي ديك الانسان راه جايك غير من الزنقه، هذاك ماشي باك ماشي خوك، هذاك واحد الانسان راه براني عليك، يعني جاي دونكو عنده ديك العقليه نتاع اجي، ولا ديك اللي ما تمشيش عنده كيبقى يغضب، كان كيقول لك اجي وهادي حبيبه وراني باغي. كتمشي عنده كيغضب ثلاث ايام، وجي فاش كتكوني تبغي ديك الحماره وتمعلقه به كتمشي تقولي له ندير لك اللي بغيت غير اجي، هو كيديرها لك بالعاني. شي اون فوا كيحس براسو كسبك، وان فوا كيحس براسو راكي في الجيب، هاد النوع هذا كيحاول انه يجبدك صافي، كيقول راه في الجيب، عارف بلي هو ماش تقدري تقولي له لا، ولا قلتي له لا كيمشي يغضب عليك ويتقنف مزيان حتى انت ما كتقدريش، وكتبقاي عافاك جاوبني عافاك نجي لعندك عافاك ندير لك اللي بغيت غير، وكتمشي لعندو كتدقي بابو كتقولي له هاني هاني هي. واش غادي يقول لك لا حبيبه؟ اكيد غادي يقول لك اجي مرحبا يا هلا والله. ايوا العزيزه ديالي اش غادي نقول لك؟ زعما لا اله الا الله محمد رسول الله وصافي مع هاد البنات هادو. المهم البنات اللي مازال ما طاحوا في هاد الفخ اختي ردي بالك لراسك، انا راكي بحال اختي ما كنبغيش عليك، ما كنبغيش اختي نشوفك في واحد الحاله ماشي هي هذيك، ما كنبغيش نشوفك اختي جات تبكيلي وتشكيلي وتقولي دالي شرفي وفعلي وتركلي وراه ما خسر والو. شوفي هو شتي هذاك الحب وداك الاهتمام اللي كيبقى يعطيه لك وكتثقي، داك الحب وداك الاهتمام تاع راني الو الو كل شويه، وهي صاحبتك حتى تاكل لك المخ وكتبقى عليك اويلي. راه لو كان ما كانش يبغيك كاع ما يغيرش عليك، لو كان ما كانش يبغيك كاع ما يهتمش بك ويصوني عليك. هادشي كامل كان كيفرش حنين نتي عندك الثقه، راه كيفرش على شي وسد، كيفرش لك مزيان داك الاهتمام داك الحب باش انت تطيحي باش يدير لك في الجيب باش تبغيه بزاف تاع الحوايج. شوفي بحال هاد النوع تاع الدراري هاد الشميت هادو كيكون عندهم دي زيتاب اسويف باش يطيحوا البنت، عارفين الحاجه اللي ناقصه البنت، عارفين كي اختي خارجين عليك تواركا مونكي حنانه. اوكي بقى عليك يا اختي بغيتي الحنان ها الحنان، بغيتي الاهتمام ها الاهتمام، بغيتي الغيره ها الغيره، وانت كطيحي وي راه غير عليا اكيد راه يبغيني. وصاحبتي تكمل عليك والو كان ما كانش يبغيك والله ما يديها فيك، وباين راه يبغيك. وكهادشي كامل كيفرش باش يدي منك داكشي اللي بغا، وانت بكل بساطه كطيحي في الفخ وكتمشي لعندو وكتثقي داكشي وداك الصوار اللي قالك. اون فوا كيدي منك داكشي باي استالويغو، كتعرفيني لا ما كنعرفكش.
الوغ الحبيبه ديالي، الغزاله ديالي، الكبيده ديالي، ردي البال لراسك. وبالنسبه لما تضحف هذا الموقف اختي ما تسهليش، صافي صرات لك اختي مره دا الداود ما يعاود، واخا انا ما كانش جبت هذاك الشيء نهائي، ولكن غلطت وتحت في الغلط، في الغلطه وجلع من لا يخطئ. شوفي الحبيبه ديالي، جمعي راسك، درتيها مره وغلطتي ودازت عليك، صافي اختي جمعي راسك. كاين اللي كتسهل وكيعجبها هذاك الشيء، كتقول لك كاين شي غادي تقول لك صافي التوبه، يجي الاخر يقول صافي غير هذا والتوبه، يجي مره تقول هذا غير هذا والتوبه، حتى كتلقى راسها مشات واحد الطريق اللي باب منه رجعه. راه حتى وحده ما تزادش هكا، راه كلشي كيبداو هكا شويه بشويه شويه بشويه ونقطه بنقطه يحمل الواد. الو اختي درتيها مره وغلطتي، وفريمون الا فيك النفس نعرفك مره ونص وغلطتي وبقى فيك الغلط، صافي ما تعاوديش، توبه توبه صافي ما نعاودش. ولكن اختي شي وحده كيمشيو يعاودوا ويعاودوا ويعاودوا كتشكي لك اختي، شنو بغيتي ندير لك انا، نشدك بالسناسل ولا اختي؟ راك ما كنتي مقتنعه بلي مقتنعه باش تصوني شرفك وتصوني راسك وتصوني عرضك وتصوني شرف والديك، راه والله ما غادي لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا بانفسهم. واش انا لساني فيه السناسل ولا؟ وحده البارح جات عندي قالت لي قنعيني ما باغيش ندير الفلطه، قنع واش نقنع فيك؟ واش مقتنعه اختي؟ خلي خاصك تكوني مقتنعه، واش هي اصلا ما مقتنعاش بداك الشيء اللي اللي عندك في الراس وباغيه انك تمشي وتوقع داك الشيء؟ وكما نقولوا عن سبق الاسره والترس، لو قالت لك عارفه راسي غادي ندم، دابا انت عارفه راسك غادي تندمي ومقتنعه بلي انه داك الشيء غلط، ومع ذلك زعما دايره في راسك اتسني انا نقنعك. دونك عارفاني انا غادي نقول لك لا وعارفه رايي، علاش شو باغيه عندي اختي؟ قنعي راسك ناسك، واش انا غادي نشدك بالسناسل؟ واش انا لساني فيه السناسل اختي؟ انا كنعطيك هضره جوج وانت اصلا عارفه بلي غادي شنو غادي نقول لك، علاش اختي جاي تقلبي لي مخي؟ ومن بعد اختي تجي عندي تشكي وتبقى تشكي وتبكي. ايوا اختي والله العظيم الا الهربه معاكم وصافي، اش غادي نقول لك العزيزه ديالي؟ والله العظيم ما بقينا عارفين ما نقولوا. المهم اختي داك قلت لكم 100 مره ونعاود، هذاك الاهتمام الزائف كامل غير واش؟ شوفي غادي نقول لك واحد الحاجه، شي الراجل ديال بحال ديك المونيكس اللي مقطع لها السلوكه، شي مولينيك ماشي الراجل هادو ولا هاد النوع، شي داك المولينيكس اللي كتكون تطحن كتطحن تطحن تطحن، واش كتطحن؟ كتطحن الخضره، كتطحن الفروي، كديري فيها بدنه تطحنها، كديريها فريزه تطحنها، كديري فيها كيويا تطحنها، فهمتي؟ يعني اللي جات بسم الله بحال داك الشكل غادي هاجي. الا كان شي بنان الا كان شي فريز مرحبا مرحبا صافي كيطحن. واش الا انايا حطيت البنه في الميكسر ما غاديش يطحنها؟ غادي يطحنها، غادي يقول لها حبيبه انت اللي جيتي عندي بغيتيني ما نطحنك غادي نطحنك. الو اختي انت اللي مشيتي عنده باين سو ما غاديش يعقل عليك، وما غاديش يعقل عليك وما غاديش يعقل عليك نهائيا. الو اختي ديك المولينيكس مسكينه كتفرفر، فوقاش كتفرفر؟ مين كتطيح فيها واحد شي حاجه قاسحه يا اختي؟ مين كتطيح فيها اختي شي نواد كوكويا قاسحه ما كتقدرش تطحنها يا اختي؟ كوني نواد كوكويا ما تخليش اختي اللي جاوب مشي يطحنك، فهمتيني؟ ماشي تطيحي بحال ديك الفريزه في الميكسر وديري هكا عاجبك العسل وعاجبك الحليب وجالسه باغي تدوري في الميكسر، وما يطحنك الميكسر تجي تشكي واي ما تجيش ديري لا وي انت مشيت اختي العزيزه. الوغ اختي ضروري بلا ما يعني سي نورمال انه غادي يتجاهلك، سي نورمال حيتاش خدا منك اللي بغى، حيتاش داك الشغف ديالو تسالى، حيتاش الراجل كيكون كيشوفك بحال واحد تشالنج، واحد تشالنج قدامه، واحد التحدي، كيقول كيبقى يشوفك شي حاجه بعيده واحد التحدي انه خاصو يوصلو، كيشوفك بلي خاصو يدير بزاف، انت بسهوله بلا ما يدير شي حاجه كتمشي كتعطيه راسك، كيقول هذه هي اللي شحال وانا تقاتل عليها، صدقت غير بكلمه جوج طيحتها ها 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 ها. صافي ما كيبقاش باغيك، داك الشغف تجاهك الشغف ديالو اتجاهك انتهى، هذاك التحدي انتهى، كسبك وبسهوله عطيتيه راسك ودا منك داكشي اللي باغي، سي نورمال غادي يتجاهلك، سي نورمال غادي ما يبقاش باغيك وغادي يخفتك، غادي يبرد من جهتك لحقاش صافي هذيك النزوه ديالو اتجاهك بردات، فهمتي؟ الوغ اختي ما تسلميش راسك لشي شماته، وما عمرك تنازلي شرفك لشي شماته، وما عمرك تعطي واحد الفرصه انه يا اختي كيما نقولوا يديرك شرفك، حيت مكانش شي حاجه مثل ديري شرفك، نتيا اللي كتعطي شرفك العزيزه ديالي. الو اختي ردي البال لراسك، وما عمرك تثقي في هاد النوعيه هادو، ورحنا غير في واحد العصر نتاع الديوبه والشميت واللي ما يسواش. الو احبه ديالي ردي البال مزيان، وما تثقيش داك الكلام اللي كيقول لك سميتو انا نبغيك وانا هادي وانا غير باش تمشي معاه، راه اختي ما باغيلكش الخير وغير وحوش، وغادي تجيبيها في راسك وغادي يجي تشكي. صباح حبيبه ديالي، ايوا وقد اعذر من انذر، وتهلا لفراسك الحبيبه ديالي، ونتمنى نتمنى نتمنى هاد الفيديو هذا اختي تتعظوا منه وما تبقاوش تجيو تشكيوا هذا المشكل اختي، وما على رسولي الى البلاغ، تهلاو فراسكم ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله، باي.